رح نحكي يمكن عن موضوع بيهم كل السيدات والصبايا، وهو عالم التجميل. ويمكن الكل بيخاف من التجعيد أو خطوط العمر مثل ما بتنسمى، ولكن في كتير أساليب للقضاء على هي التجعيد. هل ممكن خليني أقول الأساليب التجميلية الجديدة هي يكون الحل، ولا في حلول أخرى؟ شو الأساليب اللي ممكن ما بتناسب بعض السيدات، ممكن تؤدي لمفعول عكسي؟ كلها تفاصيل رح يحاكينا عنها الدكتور الاختصاصي ضياء بلقيس، اختصاصي جراحة تجميلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، كل عام وانت بخير. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. مثل ما قالت سلمى، هذا الموضوع هو كتير مهم، مو بس اليوم عم نشوف الرجال عم يروحوا اكثر للقصة، عم يسبقونا، تمام، صاروا قدامنا بالقصة. يعني هي صارت طبيعة الحياة عم تفرض انه تظهر التجاعيد بعمر مبكر. يعني في بعض الناس بيدافعوا عن التجاعيد انه هي شيء طبيعي. مزبوط، هي شيء طبيعي، بس احيانا عم تكون عم تظهر بعمر مبكر بسبب نمط الحياة، صار في تركيز بالموبايل. هاي الفكرة دكتور كنت اقول لك انه عم نشوف او عم نحس في شيخوخة مبكرة صارت. صح. يعني عم نشوف اعمار كثير صغيرة بلشت عندها هدول القصص. في ضغوط حياة، في تعرض للشمس اكثر. ايام زمان ما كان في، كان في نمط حياه، في لايف ستايل احسن من هيك. حتى العمليات الجراحيه اللي عم يخضعها البعض هلا، النحافه والسمن، يعني بيكون شخص سمين بينحف فجاه، فبيقولوا انه بيظهر عليه خطوط تجاعيد ايضا، ترهلات جلديه. هي كتصنيف اذا بدنا نركز، ناخذ مثال الوجه، في نوع من التجاعيد اسمه التجاعيد التعبيريه، سببها العضلات، عضلات تعبيرية بيعبر كثير. تمام، هذا الرياكشنات بنضل اخذينا اكيد. العبسه، رفع الحاجب، الضحكه، هدول التجاعيد هي طبيعيه صح، بس نحن هدفنا بالطب التجميلي انه ما نعطي اثر واضح لها كثير. تجاعيد مع مرور الايام، مره ورا مره مع تكرارها، بتعمل انكسار بالجلد، بتعمل خط حفره دائمه تشبه الندبه. فالهدف نحن ما نوصل لهالمرحله، نحن ما بدنا نحول الوجه لوجه جامد 100%. هي على مستوى العضلات. احيانا بيكون مثل ما تفضلتي حضرتك انه في تغيرات بالوزن، هاي تغير الوزن بتترك الجلد فاضي، نحن بنسميه ترهل جلدي او ارتخاء او زياده جلد، هون بنضطر للجراحه. في حالات بدنا نعبي، نعطي حجم لمنطقه صار فيها غور شوي، صار في فيلر. هي ثلاث مواضيع كثير بتتعاون مع بعضها، هي الفيلر والبوتوس والجراحه، وكثير عالم بيصير في عندهم خلط بيناتهم. فإن شاء الله اليوم قدر شوي ميز بيناتهم بين بوتوكس فيلر وجراحة. كثير مهم نحن اليوم نفصل بالقصص سلمى، كرمال كل حدا عم يشوفنا يعرف لوين لازم. أحيانا بتكون قصة عرضية، تعب النفسي قد إيه له دور بهذا الموضوع؟ له دور طبعا، بيأثر على تروية الجلد، على نضارة البشرة. ففي إجراءات غير طبية، خلينا بس نعرج عليها بسرعة. في إجراءات غير طبية، أنا دائما أي حدا عم يراجعني لإجراء تجميلي كمان بدي أعطيه شوية نصائح. شرب المي كثير له فوائد كثيرة، تجنب الشمس سواء بالمرهم الشمسي او بالنظاره الشمسيه. يعني اي حدا بيجيني يعمل بوتوكس بقول له مشان العبسه هي تخففها حط نظاره شمسيه تمنع العبسه شوي، تمنع التعبير الزائد في وجهه مقابل الشمس. في عندنا الرياضه، عالم بيفكروا الرياضه هي بس للقلب والرئتين والشرايين، هالرياضه هي لما نلعبها رح تعمل ضخ دموي زياده للبشره، رح تصير فيها نضاره اكثر. ففي شيء على الطبيب، في شيء على المراجعين. طيب خلينا نحكي شوي هيك، مثل ما قلت بالبداية اليوم في عنا كتير أساليب للتجميل، ومثل ما عودتنا أنت دكتور ما بتحب تروح دائما للشيء اللي بس أنا كطبيب، وللأسف كتير أطباء صاروا هيك رشا أنه يلا هي بتجيب مصاري أكثر، أنا فورا بنصحها بهذا الشيء. أنت لا، دائما بتخلي الحلول البسيطة للأخير. طبية آخر شيء. نحكي اليوم خطوط العمر والتجاعيد، كيف نبلش إذا بدنا نقول علاجة أو حلها، لأنه هي مشكلة بالنهاية. طيب خلينا من نفس التصنيف، خلينا نحكي بوتوكس فيلر جراحة. تمام، تفضل. البوتوكس تقريبا، يعني ما رقم ما له دقيق، نحن بننصح نبلش بعمر 30. في عالم ما بخفي عليك، عالم بتبلش ب 20، في داعي بيكون عندك كثير عدساوية. طيب ليه دكتور؟ يعني انه طبيعة قبل ما كانت القصة، لا مو هوس، هلا بنحكي انه هي في داعي. احيانا بيجي وحدة عمرها 20 سنة عندها خطوط، عندها عبسة شديدة جدا ولازم بلش لبوتوكس. إذا تأخرت عليها رح يصير في عندها خط، هي ونايمة عندها خط بحافة. صحيح، يعني فينا نقول وقائي. وقائي البوتوكس طبعا. يعني البوتوكس أنا تقريبا بنصح فيه الجميع، المعارف أنا بعمل إلي أحيانا. فهو وقائي. بوتوكس ما له تأثير، ما له تأثير سلبي؟ لا لا، ما فينا نقول إنه ما له تأثير سلبي، شوية احتياطات، له شروط معينة. أكيد الوحدة حامل، عم ترضع، ممنوع تعمل. في عالم يتحسسوا على بضعة أدوية ممكن يصير تحسس، بس تأثير على الجسم ضرر لا ما فيه.
هو تأثيره موضعي، دواء هو بيمنع التقلص العضلي الشديد بهالمناطق التعبيرية، بيشل العضلات شوي، بيشل حسب العيار. فتأثيره موضعي، فتأثيره على المدى البعيد جدا جيد. بعد عدة سنوات حتلاقي هي بشرتها مرتاحة، يعني بيخفف في مع بعض؟ بخفف اي تماما. نحن بيقولوا بس راح مفعول الابره فحترجع القصص مثل ما كانت، ترجع اول كم مره مثل ما كانت، بس على المواظبه وعلى التكرار لا بصير العضله مرتخيه اكثر، بتخف حركتها وبصير بدل ما نعمل كل ست شهور حين نوصل لحد مره بالسنه. هاي بدها المواظبه، لما نبلش بعمر صح. بوتوكس اذا للعبسه للجبين وجنب العين بعمر 30 عمر مناسب. فيلر كمل فيلر خلينا كيف فيلر هي كلمه هي ترجمه بسيطه ل فيل يملا، فيلر ماده مالئه يعني بتعطي حجم. في احيانا ترهلات تغيرات الوزن هي اذا بتعطي حجم وين ما حطيناها، بس انا ما فيني احطها بعبسه هون، عندي خط هون بدي شل العضله. احيانا بيكون في غور تحت العين ممكن احط فيلر، خطوط جنب التم هون بيكون فيها ذوبان بالشحم بحط فيلر. تقريبا نسيل شوي التمييز بيناتهم، نحن بنقول احيانا البوتوكس هو للنصف العلوي، الفيلر للنصف السفلي. التجاعيد السفليه كثير بيساعدنا فيها الفيلر، ماده مؤقته اذا كانت يعني نوعيه جيده ما لها كمان اي تاثير. في ناس عم تحط شحوم هلا كمان بديل جيد، هو ثوره جديده بالمواد المالئه الشحوم، وعالم عم ترغب لها انه من الجسم قد ما كان عنده تخوف المواد الصناعيه عم يرغبوا للشحم. كل شيء له ايجابيات سلبيات، الشحم يعمل تورم اول الايام الاولى، بس على المدى البعيد هو كمان له ميزات كثيره، هو افضل افضل. طيب دكتور يعني انت اينو بتلاقي الانسب؟ يعني مثل ما قلت لك تجاعيد تعبيريه، عبسه، جبين، هاي النصف العلوي، بوتوكس من عمر 30، الفيلر لرغبه تكبير الخدود، تكبير الشفاه، ملء التجاعيد، عندنا الفيلر. في عنا شيء ثالث احيانا نضطر للجراحه، جراحه يعني هون عنا جلد زايد، وحده مع تقدم سنين مع تبدلات الوزن طالع نازل الوزن بصير في جلد زايد، قد ما عملنا فيلر قد ما عملنا بوتوكس صار في جلد زايد اسمه جلد مترهل بده قص، وهي اسمها عمليات الشد الجراحيه. بالوش يعني اكثر شيء بيعمل شد جراحي شد الاشفان علوي سفلي، وبعمار اكبر شد الوجه والعنق. طيب خلينا نحكي شوي عن المحاذير. يعني اليوم اول تحذير قلته انه بالعمر يفضل مثلا من عمر 30 سنه، خلينا نحكي كمان الفيلر، الشد، كل هاي التفاصيل. المحاذير مثلا الناس بتسمع انه والله اللي بيعمل بوتوكس ما لازم ياخذ دواء التهاب، ما لازم يشرب شاي اخضر، هدول المحاذير اللي بنسمعها شو الصحيح منه وشو المصحيح؟ في شيء من الناس في شيء منه غير مؤكد، في شيء ضمن الاساطير. يعني البوتوكس في بعض أدوية الالتهاب مو كلها، أغلب الأدوية اللي بنعرفها والمستعملة بشكل شائع أدوية الالتهاب ما بتأثر على البوتوكس. في مجموعتين ثلاثة من الأدوية الالتهاب ممكن تأثر، رح تحفظيهم؟ إيثروميسين مثلا. طبعا هلا هذا اللي فيه أزيثروميسين تماما، هاي احد الامثله. اما الاوغمنتين هلا بكورونا الكل كان عم ياخذها يعني بالعموم. اما الاوغمنتين ادويه التهاب اللي ناخذها بعد العمليات اكثر شيء بكتبها اي طبيب، فما لها تاثير على البوتوكس. المسكنات بخافوا منها ما بتاثر على البوتوكس. يعني في محاذير للبوتوكس باليوم الاول، ممنوع التدليك، ممنوع التطخايه، ممنوع الحمام عشان ما يتحرك النقطه اللي حطيناها بمكان معين يطلع شكلها تروح محل ثاني، بتصير تاثير على حركه العين. يعني تاثير وان كان مزعج بس ما انه خطير بالنهايه. البوتوكس والفيلر مواد امنه لحد ما، بس تكون مواد جيده. الفيلر برجع بقول لك هي ماده مالئه عم تعبي محل، ترجع هون بقى لرغبه الصبيه او الشاب، في ما عنده غؤور معين، واحدة حابة تكبر الخد أو الشفاه، حتى لو أعمار يعني تحت 30 أكيد هي لها الحرية الاختيار. عمليات الجراحية بقى ممكن بالأربعين ممكن أو أكثر. في شغلات بتسرع الحاجة للإجراءات التجميلية، وكثير يعني عندي عبارة بقول إنه تجميل وتدخين ما بيجتمعوا، ما بصير يجتمعوا، ما بصير واحدة جاي تعمل تجميل وعم تدخن. التدخين بيعمل ترهل بكير بزي البشرة، ما أنا قادرين نعطي نتيجة حلوة لوحدة بتدخن. عمليات الشد بالعاده بنعملها بعمار 50 60، واحدة بتدخن بتعملها احيانا بالاربعينات. هي ضرر للكولاجين. بما انك ذكرت دكتور الكولاجين، اليوم معروف يعني الكولاجين هو المسؤول عن كل هدول القصص بوجهنا، كان تجاعيد وغيره. بعمر معين بتبلش هاي الماده تخف، وبتبلش انه تعطي نسبه كثير اقل. تمام. اليوم كرمال ما نقول ما يقولوا كل حدا عم يشوفنا انه احنا عم نروح للتجميل والفيلر، و اذا حبينا اليوم نعوض بالكولاجين شو ممكن، شو هي المواد الغذائيه اللي نحن بنقدر ناخذها الصيدلي الطبيعي؟ خلينا نروح عليها شوي. حلو كثير سؤالك، بس خلينا نبلش اول شيء نرجع مره ثانيه خطوه لورا، نحافظ على الكولاجين اللي عندنا ما حافظنا المشكله. لا بدنا ما ندخن راحت القصه. لا بدنا نوقف دخان.
الرياضه منيحه، ضخ الدموي هذا لما واحد عم يلعب رياضه كل جسمه عم يتنشط في الدوره الدمويه عم يشكل كولاجين جديد ضروريين جدا. اجراءات اللي الطبيه اللي بتحفز كولاجين ممكن البلازما، الوخز بالابر. حبل الكولاجين بصراحه ما له فعال، يعني بعرف كثير شركات الصيادله ما راح ينبسطوا من العباره هي. حبل الكولاجين ما راح يدخل عن طريق الفم يوصل للمعده، ما راح يوصل الكولاجين للبشره. انا سمعت انه هو بيتحلل، ممكن بيتحلل مواد اخرى مواد غذائيه بالجسم. في بودره كمان، في بودره كمان للاسف البودره والكريمات اللي فيها كولاجين الجلد غير قادر على امتصاصها. اذا ما صار انتاج داخلي من الجسم ما راح يمشي الحال. بدها خضار فواكه كثير. اعطينا هيك اسماء خلينا نعوض بالقصة. البندورة يمكن، البروكلي، البندورة، الحمضيات، كثير فيتامين سي كثير مهم جدا جدا لانتاج الكولاجين جدا. يعني ما فينا نقول لسلمى انه نحن مثلا الصبية تأخرت، يعني دكتور فيها ان تبلش بأي عمر كانت انها كثير تاخذ من هدول القصص، كان بندورة، مكسرات، أكيد أكيد. الخضروات بتقدر بتعوض من خلالها. اللايف ستايل كثير مهم، نمط الحياة الغذائي بيعمل فرق كبير جدا. أكيد، يعني الناس المريضين بيقولوا لهم لايف ستايل بيساعد على تحسين المرض أو تخفيف الحالة المرضية. طيب خلينا نحكي شوي دكتور، اليوم كثير من السيدات عم يروحوا للتجميل التشبه، يعني صرنا نشوف إنه خلص أنا آسفة أقول بس إنه والله أنت عاملة أنفك عند فلان من دون ما يسألوا كيفه فلان، كيفه فلان فوراً صاروا يعرفوا. أو مثلاً العين، يعني ما عاد إنه والله صبية عم تعمل العين لأنه هي كبرت بالسن وعندها ترهل، لا صارت شد الأشفان عم نشوفها فشة خلق للأسف، صبايا صغار فشة خلق للأسف وهي مشكلة. خلينا نحكي شوي، اليوم أنا إذا عملت عملية مو بوقتها قدي ممكن يكون تأثيرها سلبي بعدين؟ الجسم بس اكبر بالضبط. رح يساعدني ارجع اعمل هيك عمليه؟ لا بالضبط، يعني الجلد لما بيتعرض لجراحه رح يصير في تندبات وتليفات. ما عم نحكي انه هي مشوهه، بس مع مرور الايام رح تكون تخف مرونته. اجراء تداخل جراحي مره ثانيه بعد ولو عدة سنوات رح يكون اصعب. اهم من الحديث هذا انه عمليه ما لها داعي عن جد، ما بعرف شو لازم كيف بيجرأوا عليها. في احتمالات، يعني قد ما كان من كل 100 اذا نقول 1% يمكن تكون نتيجه غير جيده. اذا واحدة عمليتها بدون داعي كثير رح تكون ندمانه. تشبه كثير شغله غلط، ممكن واحدة تعمل فشة خلق بتغيير لون شعرها، بسط شعرها، بس مو بالجسم، مو بشيء شيء جزء اعضاء جسمنا. هو هاي القصة انه فشة الخلق، وخصوصا هلا بالظروف اللي الكل عم بيعيشها، فالناس مضغوطة، فحقها تخلق مجعدة من الاخر. اذا في تجعيدة بنلاقي لها حل، بس ما يكون ما في تجعيدة وما تعمل لها شيء. ان شاء الله. دكتور في دراسات قالوا فيها انه دائما تجاعيد الوجه بكل منطقة هي مرتبطة، هي رسالة انه عندنا نحن مشكلة بداخل الجسم. قالوا بدراسة معينة انه الخطوط اللي عم تتكون عند الفم والهون دقن هي مشكلة بالجهاز الهضمي او الكبد، خلينا نقول بالكبد هون تحت العين، كمان الى شيء بقلب الجسم واجبين. قد ايه دقة هاي الدراسات؟ والله شوي بعيدة عن الدقة والعلم. في شيء اسمه علم تجريبي، في شيء اسمه علم زائف. انا ما بدي هاجمهم بطريقه سلبيه سميه علم زائف، بس هو غير مؤكد. هي عباره عن جمع معلومات من هنا وهناك، من علوم شرقيه على غربيه بدون اي دراسات. وللاسف فيسبوك في حالات جمع لايكات عن طريق بوستات غير علميه، فللاسف لا، ما في اي اثبات علمي انه هالمناطق مربوطه بعضو معين. لا أخفيك، قد يكون موجود هذا الشيء، يوم ما رح نكتشفه، بس حالياً ما مكتشف. طيب دكتور كمان خلينا نحكي، اليوم درج كتير صرنا نشوف الفيتامينات اللي موجودة بشكل زيتي مثل حبة، الشخص بيقدر مثل ما بيقولوا يكسرها ويحطها على الوش مع أنواع من المساجات. إنه هاي المساجات بتغذي البشرة، فيتامين إي بتاخذيه بالزيت بتحطي قبل النوم، فيتامين إي، الفيتامينات اللي هي البشرة بتعتازها. مدى امتصاص البشرة هل فعلا تمتص هي الزيوت؟ علمية لا أبدا ولا لا، البشرة حاجز كتير متين ومقاوم لهالجزيئات، جزيئات أكبر من المسامات اللي موجودة بالجلد. ممكن تقولي لي حدا عم يحط كريمات انا شايفته عم يستفيد او فلاني عم تستفيد؟ عم تستفيد لانه في جزء مائي مرطبات، يعني قسم الكريم فيه سوائل. البشره بتمتص السوائل بتشربها. الزيوت لا، الزيوت لا، الفيتامينات لا، الكولاجين يعني لا. اكبر خساره المصاري عن جد خساره الزيوت اللي عم نجيبها. اي شيء، اي ماسك، وان كان يعني احيانا فواكه، قشور الفواكه هي مفيده لانه فيها سوائل ولانه فيها فيتامينات. طيب الصابون
يعني هلا كمان الناس كثير بتحب صابون الغار اللي هو زيت اكيد النظافه ومعه اضافات، صار في صابون الغار بالورد، صابون الغار بالمسك، هلا كثير الصبايا بيجيبوه او حتى صابون بيقول لك هذا صابون بالكولاجين، صابون فيزلين بالكولاجين، يعني هي الاسلوب التجاري للشركات يعني الله يرزقهم هن حرين، بس علميا للاسف لا ما في العنايه بالبشره بالصابون ممكن تخلص من طبقات دهنيه تعمل تنظيف للبشره اكيد للصابون بحد ذاته، اما الاضافات الثانيه هي بس عباره عن مسميات تجاريه. طيب شو الصابون دكتور؟ يعني كمان في كذا نوع يعني وكل في بشرات كثير مختلفه، يعني انا ما فيني استخدم وسلمى وهي نفس الشيء. صابونه نفسها نحن عم نستخدمها بشكل عام ببيتنا نقدر اذا ما فيها حساسيه اذا ما فيها تخريش طبعا. طيب صابون بصراحة الغار شو رايك فيه؟ لا جيد لما يكون غار حقيقي، في زيوت غير صناعيه، في لانه في شركات عم تصنع صوابين تحت اسم غار بس هي مو غار. بشكل عام البشره بتعطيك رساله لما يكون الصابون سيء، وهي الى حد ما هو موضوع اخصائي لاطباء الجلد شوي بعيد عن اختصاصي فما راح اتعمق فيه مشان ما نحكي شيء غلط. نحن عم نسال باعتبار اليوم موضوعنا عم نحكي فيه عن التجميل ولابد يعني العنايه بالبشره هي مثل العنايه بالجسم، يعني لايف ستايل خاص كلياته، بتبدا من تنظيف البشره انتهاء بشو ممكن اعمل بوتوكس او فيلر او ما الى ذلك. طب خلينا نحكي اليوم كمان عن موضوع هو مهم هلا صار موجود اللي هو حفر الجسم كمان، يعني ولو شوي بعدنا عن موضوع الوجه التجاعيد ما حنبعد الوجه. الوجه في ناس كثير صارت هلا عم تروح على مراكز التجميل بحفر لك هون تحت الرقبة بالليزر، بحفر هون، بكبر هون، بوسع هون، بغير شكل الدقن، هدول العمليات صحيحة؟ في منها شيء علمي صحيح؟ هي بتعملي عمليات تحت الوجه أو الجسم لما يكون في عنا ما يسمى دبلت شن أو الذقن مزدوجة، يكون في دهون هون لغلوغ بالعامية بالغليغة هاي ممكن نسحبها، عمليات سحب الدهون، حتى في إبر تزويب دهون وإن كانت فعاليتها أقل من السحب موجودة هي فعالة. في مراكز قد يعني قد تكون مواد غير جيده، فيها حدا غير اخصائي موجود هيك بكل دول العالم فكره مشان ما يكون في جلد للذات، كل دول العالم في تعدي على اختصاص تجميل صحيح، بس اي عمليات النحت في احيانا بنعمل حقن شحم بالدقن بدل فيلر، احيانا بنحط حشوات سيليكون اذا حدا اذا في بس موضه هلا عم يغيروا شكل اذا في تمام في حالات هي فعلا بفرجيكي قبل وبعد هي كثير بتعمل فرق، في تراجع بالدقن احيانا بيكون منظر انه في هون فراغ نحتاج احيانا نحط سيليكون هي مو صرعه مشان ما يكون وحده عندها خيار موجود عندها يكون عندها فكره في حالات مفيده جدا جدا. طيب دكتور شو بتستخدموا باجهزه بالنحت يعني؟ نحت خوفك الكلمه انه شو هاي نحت؟ خلينا نحكي شوي. النحت هو تسميه جديده لعمليات الشفط. النحت من الخارج انه حط انا جهاز برا على جسم تاثيره قد لا يتجاوز 1-2% فهو كب مصاري للاسف. النحت هو لا نفوت نحن لتحت الجلد بجهاز نسحب الدهون ممكن نعطيها ليزر لتعطي شد للجلد، هذا اسمه شد بالليزر من الداخل من تحت الجلد مرافق لعمليات الشفط، طبعا بشروط انه يكون الوزن جيد. لما يكون في جلد كثير مترهل، وحده عندها عده اولاد مثلا وبطنها مترهل، وحده عامله قص معده وجلدها مترهل في جلد زايد، مضطرين نعمل جراحه، ما عاد لا بيفيد ليزر ولا جرزه نحت. فأي معينة كمان دكتور اليوم بلش عم يكشف لنا قصص كثير، حتى الجلسات الخارجية كب مصاري قد ايه كب مصاري؟ شابت لي زيوت، شابت لي جلسات. للأسف كثير أشخاص فعلا بتلجأ لهذا الشيء، لهيك نحن دائما بنقول خلي يعني يكون دائما الذهاب لاختصاصي لطبيب، لأنه بنهاية الطبيب مو بس بهمه سمعته، هو أكثر واجبنا تماما أكثر دراية. هون كمان خليني أسألك اليوم، الجراحة التجميلية بتتدخل بأمور مو فقط للتجميل، أحيانا في عمليات خطيرة بيكون الجراح التجميلي شريك مع ببعض هالعمليات، خصوصا بالفترات الأخيرة شهدتها بلدنا من حرب كان في عنا كتير إصابات، أطباء الجراحة التجميلية كانوا رائدين بترميم، خلينا نقول اسم الاختصاص تماما، بترميم آثار الحرب على جرحانا وأبطالنا وحتى الأشخاص اللي ممكن يكونوا تعرضوا لقذيفة هاون أو ما إلى ذلك. خلينا نحكي أيضا نحكي عن هذا المجال. هو فعلا الاسم الدقيق للاختصاص جراحة ترميمية أو أحيانا تصنيعية والتجميلية، حاولنا ننشر هالثقافه مع الناس انه يا عمي نحن جراحين ترميم وتجميل، مصرين يخلونا تجميل، هو كثير قسم كبير من شغلنا ترميم بالحروب بالحروق بالاصابات الحوادث السير، اي ضياع جلدي اي اذيه ضاره بالجلد
حروق. فدور طبيب التجميل هون يعمل ترميم سواء بالتطعيم او بالعمليات كبرى، احيانا نقل عضلات، نقل انسجه، في شيء اسمه بنج، في شيء اسمه نقل جلد من الاخرين كتطعيم، فعمليات كبيره فعلا. في البعض العمليات الترميميه تستغرق احيانا 12 ساعه 14 ساعه. كانت بمشاركة أطباء أكثر من طبيب أكيد يعني. أكيد فريق كبير، هاي اسمها جراحة المجهرية، نقل الأنسجة تتطارق أحيانا 12 ساعة. تعرضتوا بالفترة اللي عم تحكي عنها سلمى لحالات كتير صعبة أكيد. ترمم الخارج؟ ترمم وظيفيا، نحن الجراحة الترميمية الهدف الأكبر هو الوظيفة يعني. والداخل شو بدنا نعمل فيه يا دكتور؟ الداخل فيه مع الوقت إن شاء الله كل شيء بيشفى أكيد. بس يعني كيد مصابة نحن هدفنا نرجع حركات اليد، وإن كانت غير جميلة ما استرجع الشكل الحقيقي، بس كوظيفة اليد أحيانا، وظيفة الأشفان، وظيفة القدم، وهدف الأساسي هي أكيد. يمكن نحن دائما نقول الجزء النفسي كتير مهم طبعا بكل الأمراض، ولكن الجراحة التجميلية الشخص لما بيكون مرتاح بشكله بيتفاعل اكثر مع كل شيء، فهي ثقة. كمان لها جزء مع الاسف، مع انه ببلاد برا بيهتموا بالنفسي اكثر ما بيهتموا بالشكل. بينعكس يعني العكس، هي درجه من درجات درجه احنا وصلنا لهذا المثل، ما افسده الدهر لا يصلحه العطارون من الاخر يعني. لا ان شاء الله بيصلح ان شاء الله ان شاء الله. دكتور هيك نحكي نصائح اخيره هيك لكل الصبايا والشباب، لانه اليوم صرنا تشاركي بهي القصه. نحن بدي نعيدهم ولو كان حكينا فيهم، اذا رياضه، تجنب الشمس بالكريمات الشمسيه والنظاره الشمسيه، شرب مي كثير، غذاء صحي، بوتوكس بعمر مناسب. برجع بقول فيلر اي حدا حر يعمل او ما يعمل، ما بتركه على راحته هو، بوتوكس بعمر مناسب، هالخليط هذا البسيط بيعمل فرق ان شاء الله. هلا في سؤال كثير مهم ما سالناه للدكتور، اليوم كيف قادرين نحن نميز الماده الاصليه او المغشوشه؟ الماده الغير اصليه، هي للاسف صعب نحن نميزها، هن بيميزوها. من الصعب فعلا والله. تزوير عالميا موجود. صحيح. مشان ما نكون نفكر نحن هون بس، عم في شركات قادره تتغير بالمواد. طبيب قادر مع الممارسه يعرف الشركه اللي عم تجيب الماده الصح. صحيح. يعني بيقول لك جاي مادة أجنبية وحقنت مادة أجنبية وراحت ما عطت تأثير، فهون فعلا الطبيب هو طيب. أقدر لا يعني. هون بقى بصراحة كونك سألتي السؤال، ما عاد دخل المادة، قد تكون مادة ممتازة جدا جدا، طريقة حفظها عند الشركة أو أثناء هي مستوردة المادة، لأنه مثلا البوتوكس لازم يضله مجمد، شوية تعرض لحرارة بتخسر كتير من فعاليتها، تكون حدا عامل أفضل مادة ممكن تفك بكير. فهون بقى دور الطبيب انه يحصل على الماده، يعرف الشركه اللي عم تجيب المواد صح توصلها صح، وهو مسؤول عن النتائج ان شاء الله، يعني ما نقصر مع حدا. اكيد اكيد ما رح تقصر دكتور. بدي اتشكرك الدكتور ضياء بلقيس، اخصائي جراحه تجميليه، شكرا لك لكل المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله حنكون لنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه. شكرا للمقابله حلوه كثير. شكرا لك دكتور.